جري النهارده على غرفه الملابس قبل ضربات الجزاء او ضربات الترجيحيه. علي لطفي الشناوي بيقول لك كنت بتشاور له على طول يروح يمين ولا يروح شمال، وما شاء الله صد النهارده كذا كوره، كنت مذاكر فريق طلاع الجيش كويس. انا شفتك في اوضه اللبس قبل ضربات الترجيحيه، رحت جريت على طول في الاكسراتايم وكتبت ورقه عشان انت شكلك كنت مذاكر طلائع الجيش كويس. كنت الحمد لله طبعا بحمد ربنا، التوفيق اولا من عند ربنا، فبحمد ربنا اولا والحمد لله. لا ما نقولش حاجه خلاص. لا الحمد لله دخلت، يعني لقيت الموضوع رايح على التعادل ورايح على البلينات، فقلت دخلت جوه مسكت تليفوني، فكان في فيديوهات كنت انا منزلها من فريق طلائع الجيش والماتشات اللي فاتت، فالحمد لله يعني ربنا وفقنا. ومبروك طبعا لجميع النادي الاهلي، والحمد لله الموسم ده يعتبر من اجمل المواسم اللي انا قضيتها في النادي الاهلي. الحمد لله حققنا الثلاثيه، وان شاء الله هنفرح النهارده بكتير بكره، وان شاء الله نقفل خلاص موضوع الكاس ونبدا في كاس السوبر ان شاء الله. حبيبي كهربا، كهربا عامل قلق في الاول. لا كهربا ملوش حل، فالحمد لله طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. مبروك يا علي. مصطفى شوبير الحارس الصاعد بسرعه الصاروخ نمسك الخشب.